خوخ غراب. إذن عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، أمامك 30 ثانية للتفكير في الحل. إذن ينطلق العداد. إن انتهى الوقت لنصحح. أحسن. ثلاثة تضمن الصوت على الحرف ث. كوب تضمن الصوت ك. خوخ تضمن الصوت خ. غراب يتضمن الصوت غ. أحسنتم. ثانيا أقرأ الكلمات وأتعرف مكان الحرف الملون. محراث، محراث. إذن عزيزي المتعلم، عزيزي المتعلمة، ابحث عن مكان وجود الحرف الملون باللون البرتقالي، هل في أول كلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر كلمة. هذه الفراشة ستساعدكما على الإجابة. إذن جيد. إذن يوجد في آخر الكلمة. مركب، مركب. الحرف الملون ك، نعم، أين يوجد؟ المقطع ك، أين يوجد؟ يوجد في، هل في أول كلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر كلمة؟ الفراشة تنطلق ستساعدك. نعم جيد. إذن توجد في وسط الكلمة. مقطع ك يوجد في وسط الكلمة. غزالة، غزالة. لاحظ مقطع غ، نعم، ذا الحرف الملون، هل في أول كلمة أم في وسط الكلمة أم في آخر الكلمة؟ تنطلق الفراشة. نعم. إذن عزيزي التلميذ أحسنت. إذن أظن أنك وصلت إلى الجواب صحيح. إذن في أول الكلمة. ثالثا أجزئ كل كلمة إلى مقاطع وأحدد عددها. سمكة، سمكة. نعم عزيزي المتعلم، عزيزي المتعلمة، نعم. إذن كم مقطعا في هذه الكلمة؟ أعيد، سمكة. إذن س ما ك ن. إذن أربعة مقاطع. جيد. كلمة مثلث، مثلث. إذا لاحظ أن كلمة مثلث بها التضعيف. إذن عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة، خذ ورقة وقلما وقم أولا بفك هذا التضعيف إلى حرفين، مثلث هكذا. بعد ذلك قم أو قومي بتقطيعه.
إلى مقاطع ثم حدد عددها. نعم، إذن لنصحح. إذن مرسل لا تن، إذن أربعة مقاطع. كلمة موالية كبش، إذن سنقوم بتقطيعها. نعم، إذن فكر عزيزي التلميذ، فكر عزيزي التلميذة. نعم، إذن قمتما بتقطيعها. نعم، إذن نصحح. جيد، إذن كب شن، إذن مقطعان كب شن. أحسنتما. الكلمة الموالية رغيف، رغيف. إذا كم من مقطع في هذه الكلمة؟ فكر في الحل. نعم، خذ ورقة وقم بتقطيع هذه الكلمة. أحسنت، إذا لنصحح. كما ذكرت داخل أرضية الملعب وجود هذا اللاعب يقين في وجود الأهداف، يقين في وجود الأهداف. رغيف فن، رغيف. إذا هذه الكلمة تتكون من ثلاثة مقاطع. مجهود جبار من الغنام والكرة حاولت العرضية، تمريرة أمامية. رابعا، أحذف مقطعا وأعيد قراءة الكلمة. مجهود جبار من الغنام، لأن هذه الكلمة كمال، كمال. إذا نحذف مقطع ك نحصل على كلمة جديدة وهي، نعم يقرأها عزيزي التلميذ. أحسن، مال، مال. كلمة أخرى كالثوم، كالثوم. إذا سنحذف مقطع كل، نحصل على كلمة جديدة وهي، نعم اقرأها عزيزي التلميذ، عزيزي التلميذة اقرأ هذه الكلمة. أحسنتم، ثوم، ثوم. خامسا، أربط بين المقطع وصوته، أربط بين المقطع وصوته. إذن خو غا كي ثن خن. أعيد، خو غا كي ثن خن. هنا تسجيل لأحد هذه المقاطع. إذن سأستمع، إذن انتبه، انتبه. كي، وعيد مرة أخرى. أكيد سيكون أكثر لها فنان فوق الميدان. كي كزرلا الدوري الإسباني سيبخذ الكرة. خو، هذا خو. الصوت ثن، صوته على طريقة كارل ماكس، ثن. الصوت خن، ثن. صوت مقطع خن، هذا صوت مقطع غا. طيب كي، خو، جيد الى حد الان. هنا بيريرا ثن، اسلام خالي صار، والهدف خن. كورة جول، كورة جول. اذن عندنا هنا تسجيل هذه المقاطع. إذا المطلوب منك هو ربط كل صوت بالمقطع المناسب. إذا سأترك لك مهلة للتفكير. إذا
العداد ينطلق عندك 30 ثانية الإجابة. هو اسلام خائف هجوم خطير لفريق الصن التزوير جول 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 فاز كازورلا كازورلا يكسب المباراه والكره الاسبانيه تتلألأ الان في يعني انتهى الوقت. اظنك عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة أنكما توصلتما إلى الحل الصحيح. إذا هو صحيح وهدف التعادل لفريق انكي خو ثن خن غا فريق رهيب أحسن الفريق السبتاوي على نعم تعال اقرا الجمل واربطها بالصور المناسبه. دم عزيزي التلميذ سنقرا اول الجمل مع ذلك سنربطها بالصور. تغرد العصافير فوق اغصان الاشجار تغرد العصافير فوق أغصان الأشجار. الجملة الثانية يمسك الثعلب بالفريسة يمسك الثعلب بالفريسة. الجملة الثالثة تتناول كوثر فاكهة التوت. إذا لاحظ الصور قرأ الجمل جيدا لاحظ الصور ثم ربط بينها. إذا لاحظ الصورة لاحظ هذه فتاة ما تفعل نعم تتناول فاكهة التوت. هذه الصورة نعم أغصان أشجار نعم فوقها عصافير. الصورة الثالثة ثعلب نعم يمسك به نعم بطائر إذن سأترك لكم مهلة 30 ثانية إذن سأترك لكم مهلة 30 ثانية لقراءة الجمل وربطها بالصور. إذن الأعداد ينطلق. والحكم تقي ادي يقول في ضربة جزاء لكورونادو وللشرق هاي البنالتي من هذه الزاوية اوكي المجزاء لكورونادو لن انتهى الوقت. عزيزي المتعلم عزيزي المتعلمة اظن انكما توصلتم الى الحل. اذا هيا بنا نصحح. إذن تغرد العصافير فوق أغصان الأشجار سنصلها بالصورة الثانية. يمسك الثعلب بالفريسة الصورة الثالثة. تتناول كوثر فاكهة التوت. أحسنتم ممتاز. ثانيا أقرأ النص ثم أجيب على الأسئلة. إذن عزيزي التلميذ قبل أن نقرأ هذا النص أولا يجب علينا أن نلاحظ الصور. إذا لاحظ إذن ما تلاحظ على هذه الصورة نعم إذن هناك طبيعة الشمس مشرقة الطيور تغرد هناك أزهار أرنب هناك مياه بركة بالماء نعم. إذن
هذه الصورة نعم تذكرك بأي فصل؟ نعم سنقرأ النص إذن سنقرأ النص لتضح الأمر أكثر. حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد على أغصان الأشجار وتغني ألحانا رائعة وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة. أعيد قراءة النص مرة أخرى. حل فصل الربيع فأخذت العصافير تغرد على أغصان الأشجار وتغني ألحانا رائعة وامتلأت الغابة بالأزهار الجميلة والفراشات الملونة. إذن أعزائي المتعلمين عزيزتي المتعلمات سأترك لكم مهلة لقراءة النص أولا، بعد ذلك سأطرح عليكم أسئلة لتقييم مدى فهمكم لهذا النص. إذن اقرأوا النص. أحسنتم. الآن سأطرح عليكم أسئلة وأترك لكم مهلة للبحث في النص والإجابة على هذه الأسئلة. مستعدون؟ هيا لننطلق. عن أي فصل يتحدث النص؟ إذن مهلة التفكير. هل انتهى الوقت؟ الجواب يتحدث النص عن فصل الربيع. أحسنتم. إذن في النص لاحظوا حل فصل الربيع، إذن هذا هو المؤشر في النص على أن الفصل هو فصل الربيع. السؤال الثاني، ماذا تفعل العصافير في فصل الربيع؟ مهلة التفكير. إذن انتهى الوقت. الإجابة الصحيحة نعم في فصل الربيع تغرد العصافير على أغصان الأشجار. أحسنتم. السؤال الثالث، ماذا تفعل العصافير في فصل الربيع؟
مهلة تفكير. إذن انتهى وقت تفكير في الجواب. نعم، إذن الجواب صحيح. في فصل الربيع تغرد العصافير على أغصان الأشجار وتغني ألحانا رائعة. إذن أحسنتم، جوابكم صحيح، ممتاز. السؤال الرابع: بماذا امتلأت الغابة في فصل الربيع؟ بماذا امتلأت الغابة في فصل الربيع؟ أترك لكم مهلة للتفكير في الجواب. انتهى الوقت. اذا الجواب صحيح، امتلأت الغابة بالازهار الجميلة والفراشات الملونة. احسنتم. ممتاز.